بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين، وارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وسلطه على الظالمين. اللهم سلطه على الظالمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، سورة الأنفال تعرضت لغزوة بدر التي انتصرت فيها إرادة الله عز وجل. وتخيل عندما يقول رب العالمين: ويريد الله أن يحق الحق، فمن ذا الذي يقف أمام إرادة الله عز وجل؟ من ذا الذي يغلب إرادة الله والله غالب على أمره؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القافلة، يطلب العير، لم يكن في حسبانه صلى الله عليه وسلم أن يحارب قريشا، لكن الله عز وجل اختار له النفير، اختار له الحرب. اختيار النبي دون أن يكون هناك وحي، اختيار بشري. ولكن عندما يأتي الوحي لا مجال لقول أحد حتى ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد فرضت المعركة على رسول الله وعلى أصحابه، علما بأنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب، عددهم قليل وأسلحتهم قليلة، وفرضت عليهم المعركة وهم في هذه الحالة، فلا بد وأن يكون الذي فرض عليهم المعركة هو الذي سيتولاها، هو الذي سيقودها، هو الذي سوف تتحقق إرادته سبحانه وتعالى. وتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظفر بالقافلة، وهذه كانت أول حادثة سوف تحدث مع قريش، ماذا سيقول المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا سيكتب التاريخ؟ إن محمداً قاطع طريق، هكذا ربما يقولون. لكن الله أراد له حربا، أراد له قتالا، حتى يعرف العالم من حوله مشرك قريش واليهود والمنافقون، حتى يعلم الجميع أن محمدا قوة لا يستهان بها. لقد يعني عمل كفار قريش بعد ذلك لمحمد ألف حساب. وقبل أن يغزو كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفكرون جيدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم انتصرت له إرادة الله عز وجل، وانتصرت القلة على الكثرة. هذا شيء عجيب، 314 يزيد أو ينقص في مقابل 950 جايين مجهزين.
لأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: اعلموا هذه الحقيقة جيدا، أن النصر لن يكون إلا من عند الله، لن يكون النصر بالكثرة، لن يكون النصر بكثرة السلاح ولا بكثرة العدد ولا العدد، ولكن النصر يكون من عند الله. وتكررت هذه الآية: وما النصر إلا من عند الله، في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال. هنا قال: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وهنا قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن ارجع معي ورا في الصورة، أول الصورة كده: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، اللي هي إيه هي غير ذات الشوكة؟ اللي هي العير دي، غير ذات الشوكة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق، هو ده، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق، المعركة دي حصلت ليه؟ هذه المعركة ليه حصلت؟ الآيتين بيقولوا إيه؟ ويريد الله أن يحق، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن إحقاق الحق وعن إبطال الباطل؟ هل رب العالمين سبحانه وتعالى عاجز أن ينتقم من الطواغيت ومن الظلمة الموجودين الذين يحاربون دين الله عز وجل؟ هل الله عاجز أن ينتقم من الفراعنة في كل مكان؟ حاشا لله. ولكن عندما يكون المسلمون أهلا لهذا النصر، عندما يستحقون هذا النصر، عندما يكونون بعد النصر كما أراد الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندما يكون المسلمون على هذه الحالة سوف يستحقون نصر الله عز وجل، وسوف تتحقق إرادة الله وتنتصر إرادة الله عز وجل. ينصر الله عز وجل الطواغيت على من؟ على أشباه الطواغيت. ينصر الله الطواغيت على مؤيديهم، ينصر الله الطواغيت على الذين يتساهلون في شرع الله وفي دين الله، سواء بقصد أو بدون قصد. تتحقق إرادة الله سبحانه وتعالى بالنصر لمن؟ لمن يجهلون دينهم؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يحدث هذا. المسلمون لابد أن يعرفوا حتى تعمل معهم يد الله سبحانه وتعالى، وحتى تتحقق إرادة الله عز وجل، وحتى يكون النصر لهؤلاء المسلمين لابد أن يكونوا كما أراد الله عز وجل. إن الله لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا على حساب الدين، حتى ولو كان هؤلاء الذين خالفوا، حتى لو كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن المسلمين انهزموا في أحد. لماذا انهزموا في أحد ورسول الله فيهم؟ انهزموا في أحد
لأنهم كما يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عدد قليل منهم خالفوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أماكنهم وانكبوا على الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن أنتم لا تستحقون النصر في هذه المعركة. الذين يستحقون النصر هم أبناء الآخرة، الذين يستحقون النصر هم الذين يسعون إلى رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يستحقون النصر هم الذين لا يخافون في الحق لومة لائم. الذين يستحقون النصر هؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تخيل في غزوة بدر وقبل أن تبدأ المعركة، واحد من الصحابة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرض على القتال فيقول: لا يقاتلهم اليوم رجل صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة إن قتلوه. فقال: يا رسول الله، أنا إن قاتلت وقتلت الآن أدخل الجنة؟ قال: نعم، وكان بيده ثلاث تمرات، فألقى بالتمرات من يده وقال: إنها إذن لحياة طويلة، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أدخل فأقاتل وأقتل، لسه أنتظر لحد ما أكل ثلاث تمرات؟ هل رأيت يقينا مثل هذا اليقين؟ على أكتاف هؤلاء انتصر الإسلام، وعلى أكتاف هؤلاء قامت دعوة الله سبحانه وتعالى، وعلى أكتاف هؤلاء كانت حمايتهم لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أكتاف هؤلاء بث الله الرعب في قلوب المجرمين سواء كانوا مشركين أو منافقين أو يهود في يومها أو في أيامها. على أكتاف هؤلاء كانت العزة لهذا الدين. غزوة بدر فيها كلام كثير، أذكر موقفا واحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حول الله عز وجل الأمر من عير إلى نفير، خلاص دخلنا على معركة، في حتة فنية شوية مع الأنصار. الأنصار عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على إن هم سوف يقومون بحمايته في المدينة، في داخل المدينة، ونصرته داخل المدينة، لم يبايعوه على النصرة خارج المدينة. فالعقد الذي بينهم وبين رسول الله هو في داخل المدينة، والآن هم خارج المدينة، هل سيقاتلون مع رسول الله أم ماذا يحدث؟ لازم النبي يعرف مين اللي معاه، مين اللي هيقاتل معاه ومين اللي مش هيقاتل. ولو لم يقاتلوا ما عاب عليهم أحد، ولكن إنه الإيمان. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فوقف أحد الأنصار وقال: كأنك تعنينا يا رسول الله. نعم أعنيكم. قالوا: لا لا والله لا، أنا ده بقول كلام عام كده لا، النبي عليه الصلاة والسلام مش بتاع كده. كأنك تعنينا يا رسول. قال: نعم. قال: والله يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك واتبعنا النور الذي أنزل معك، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إن لصدق عند الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينه، فسر على بركة الله. ووقف آخر يقول: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا
إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. علشان كده النبي عصام كان معاه رجالة، والرجولة ما هيش ذكورة، الرجولة شهامة، والرجولة إنسان يعتمد عليه، الرجولة إنسان عنده شخصية قوية مستقلة تعرف قيمة الإنسان الذي يتعاملون معه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أسأل الله عز وجل أن يرد علينا ديننا ردا جميلا يا رب، ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعين هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على أن تقوم برسالتها وأن تؤدي أمانتها أمامك يا رب العالمين، حتى يعني تكون قد أدت الأمانة وبلغت الرسالة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية والرشاد، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.